ازاي ما تجيش؟
وصلت دخلت على المنطقه دي لان قالوا لنا ان في دخلت لحد جوه دخلت لحد جوه ولقيت عيال ماسكه شيوخ مسنه واقفين على الجنينه. وبعدين ولا منين قعدوا يشاوروا علينا وحذفوا علينا كام حاجه كده في الاول قبل ما نعرف ان هي حاسه تبدا. طبعا الجيش من الشرموطه زي مقاطع جمل بالظبط. لا وانا جات لي معلومه ان اسم الوايل طلع ماشي. وانا ¡Suscríbete al canal!